And now I give the floor to the representative of Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. اطلع وفد بلادي على المذكره المفاهيميه الخاصه بهذه الجلسه وعلى تقرير الامين العام المعنون حمايه المدنيين في النزاعات المسلحه ويشير الى وجود ملاحظات وتحفظات على بعض المعلومات والتقييمات الوارده في هذا التقرير. والتي سيتم نقلها الى الامانه العامه برساله رسميه ان الجمهوريه العربيه السوريه تؤمن بان حمايه المدنيين كانت وستبقى اول واسمى المقاصد التي اخذت حكومات العالم على عاتقها تحقيقها من خلال انقاذ البشريه جمعاء ودون استثناء او تمييز من ويلات النزاعات والحروب وصون الحقوق الاساسيه للانسان وكرامته. غير ان سياسات وممارسات بعض الحكومات ما تزال تثبت ان التعامل مع هذه المساله النبيله لا زال يتسم بالانتقائيه وتبني المعايير المزدوجه، واستغلال موضوع حمايه المدنيين باسلوب اناني رخيص لخدمه الاهداف السياسيه لهذه الحكومات وكذريعه للتدخل في شؤون الدول الاخرى. السيد الرئيس ان مبدا حمايه المدنيين لا يمكن ان يستقيم الا في ظل الالتزام الكامل بمبادئ الميثاق واحكام القانون الدولي. وفي مقدمتها احترام السياده والمساواه في السياده وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول. كما ان حمايه المدنيين كانت وستبقى مسؤوليه تقع في الاساس على عاتق الدوله المعنيه وعلى حكوماتها ومؤسساتها باعتبارها السلطه الوحيده المخوله بحفظ الامن والاستقرار على اراضيها ومن هذا المنطلق ستستمر الجمهوريه العربيه السوريه بالتعاون مع حلفائها واصدقائها في ممارسه واجبها وحقها الدستوري في حمايه مواطنيها من المجموعات الارهابيه المسلحه التي ضمت في صفوفها عشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا من أكثر من مئة دولة وهذا ليس كلامنا بل هي معلومات موثقة في تقارير لجان وفرق أممية مختصة بمكافحة الإرهاب نحن نذكركم وسنبقى نذكركم بهذه الحقائق التي تؤكد أن ما تشهده سوريا هو حرب ارهابيه قذره تورطت حكومات واجهزه استخبارات في اشعالها عبر خلق المجموعات الارهابيه المسلحه وتدريب عناصرها وتمويلهم وتسليحهم وتسهيل تدفق الارهابيين الاجانب الى سوريا ان اسوا انواع الخداع هو ذلك الذي ينصب على التعتيم على الحقيقه لكن الواقع يزداد سوءا حين يصل الامر الى ان تشوب التقارير الامميه سمه التسييس والقصور والاعتماد على مصادر مفتوحه تكون مرتبطه بالمجموعات المسلحه او مدعومه ومموله من حكومات دول متورطه بدعم الارهاب واخص بالذكر ما يسمى الخوذ البيضاء التي تنشط في مناطق سيطره تنظيم جبهه النصره الارهابي المصنف من قبل المجلس ككيان ارهابي وفي هذا الصدد أذكر أمثلة من بين آلاف الأمثلة فالمنظمات والفرق الأممية العاملة على الأرض في المجال الإنساني في سوريا قد وثقت قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بتحويل المرافق الطبية والمدارس في كل منطقة سيطرت عليها في سوريا إلى مقار وقواعد عسكرية لشن الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون بعد أن نهبت ودمرت المستشفيات بكل ما تحتويه من اجهزه طبيه متقدمه. كما شاهدت الفرق الامميه بام العين المستودعات التي كانت تسيطر عليها المجموعات الارهابيه المسلحه في حلب والغوطه الشرقيه وحمص وغيرها من المناطق، والتي كانت مليئه بالاف الاطنان من المساعدات الانسانيه، الاغذيه والمواد والمعدات الطبيه، التي كانت هذه الجماعات تحتكرها لعناصرها وعائلاتهم. وتمنعها عن المدنيين الذين كانت تستخدمهم دروعا بشريه او تبيعها لهم باسعار لا طاقه لهم بها. غير ان المؤسف والخطير في الامر هو ان مثل هذه التقارير الموثقه امميا على الارض كانت ولا تزال تضل طريقها ولا تصل الى الامانه العامه. ان في هذا المجلس دول دائمه العضويه تستخدم موضوع هذه الجلسه في ممارسه النفاق السياسي وكذريعه للتدخل في شؤون الدول الاخرى وللتذكير فقط فان بعثه الامم المتحده لتقييم الاوضاع في الرقه قد وثقت في تقرير لها مؤخرا تدمير ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي للمدينه بشكل شبه كامل بما يشمل المرافق الطبيه والمدارس والبنى التحتيه وبالمحصله فان هناك ازمه اخلاقيه وقانونيه يعاني منها العمل الدولي الجماعي في اطار الامم المتحده فهناك حكومات لا تجد غضاضه في الدفاع المستميت عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والجولان السوري واجزاء من الاراضي اللبنانيه ولا تجد غضاضه في تبرير الانتهاكات الاسرائيليه للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ولا تجد غضاضه في حماية إسرائيل من المساءلة عن قتل المدنيين العزل بدم بارد إن دماء أكثر من ستين فلسطينيا بريئا والجراح ثلاثة آلاف منهم ما زالت شاهدا على أن مجلس الأمن عجز عن حماية المدنيين بسبب موقف الولايات المتحدة الذي أعاق المجلس عن ممارسة مهامه في صون السلم والأمن الدوليين ختاما إن عقد مجلس الأمن لجلسات النقاش المفتوحة مهم وفاعل اذا كانت الغايه هي البحث الجدي في تعزيز ضمانات حمايه المدنيين اما ان تصبح هذه الجلسات وسيله وغايه بحد ذاتها لممارسه الاستقطاب السياسي وتعميق الخلافات فان ذلك يدعونا للقول ان الميثاق واضح والقانون الدولي جلي ومن يريد حمايه المدنيين فعليه ان يبدا بمعالجه الاسباب الجذريه لجميع اشكال معاناتهم والمتمثله بالاحتلال الاجنبي والتهديد باستخدام القوه العسكريه او استخدامها ودعم الارهاب وتمويله والتدخل في شؤون الدول بقصد زعزعه الامن والاستقرار فيها. وتذكروا ايها الساده ان الاباء المؤسسين قد عهدوا لحكومات الدول الاعضاء بمهمه مقدسه هي منع نشوب النزاعات المسلحه ومنع الحروب والعدوان. اما واقع الحال فهو ان دول النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي وادواتها في هذا العالم تدعم الارهاب وتموله وتتسبب باشعال الحرائق وبؤر التوتر والنزاع في انحاء العالم ثم تاتي لتلعب دور رجل الاطفاء او رجل الشرطه الفاسد. ختاما السيده الرئيسه وردا على ما ورد من كذب وهرطقات في بياني كل من ممثلي النظامين السعودي والاماراتي. فاننا نؤكد على ان من يرتكب الجرائم اليوم بحق الشعب اليمني هو اول من يجب ان يحاسب على انتهاك القانون الدولي الانساني وعليه ان لا يعتقد بان اموال النفط والغاز ستحميه الى الابد من المساءله وهنا نذكرهما بان الشعب السوري لن ينسى ان معظم المال الذي مول الارهابيين في سوريا قد اتى اما بشكل مباشر أو عبر عمليات التبرع والجمعيات الخيرية المشبوهة التي كانت تعمل تحت ستار الدعوة الدينية والعمل الخيري الإنساني، وأقول لهم لهذين النظامين أنتم طرف غير مؤهل لا أخلاقيا ولا قانونيا للحديث عن حماية المدنيين، فدماء السوريين واليمنيين تتحملون أنتم المسؤولية التاريخية عنها. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Syrian Arab Republic for his statement. And